قالتش أم أنا يا أستاذ وائل طيب تعالى انا بالليل. معايا والدة الطفلة، واحنا طبعا يا جماعة لا قلنا اسم الطفلة ولا يعني يهمنا ان كمان حتى ما نقولش اسماء. القضية عندي المضمون اهم من القضية متعلقة بمين يعني. اهلا بيكي، اهلا بيكي، سامعاني؟ اهلا بحضرتك، بس الصوت باين. انا سامعك كده، سامعك كويس يعني. قولي لي، عايز اسالك يعني، يعني القضيه مش قضيتك بس، انا عارف الله يكون في عونكم يعني. القضيه الحقيقه قضيه المجتمع كله، وقضيه وزاره التربيه والتعليم اولا، وقضيه المجتمع. ف يعني ما تحسيش ابدا بالانكسار، ده المجتمع هو اللي يحس بانكسار. مدير المدرسه اللي بيتكلم هو اللي يحس بانكسار الحقيقه، مش انت يعني، انت ضحيه انت وبنتك يعني. قولي لي اولا الواقعة يعني، بنتك بدأت ازاي تقول لك اللي حصل لها يعني؟ الكلام ده حصل يوم الأربعاء، أنا بنتي قالت لي يوم الخميس. جت حكيت لي يا ماما أنا عندي حرقان في الجزء ده. انت عارفة احنا على الهوا، فيعني مش هدخل في لا تفاصيل طبعا شوية. أكيد. الله يكون في فطبعا عونك يعني. المهم يعني شرحت لك انه تم الاعتداء عليها من شرحت لي وقالت لي كل حاجة بالتفصيل طبعا، والبنت كانت مرعوبة بتترعش. أنا كنت بطلع منها الكلام بالعافية، فقلت لها اتكلمي يا ماما ما تخافيش. قالت لي يعني الفراش ده، قبل ما تكملي، هل كنتم ملاحظين اي سلوك عليه؟ الفراش ده أنا أول مرة أشوفه يوم السبت أما روحنا نقابل مستر علي في المدرسة، دي كانت أول مرة أشوف الحيوان ده. تمام. مستر علي قال كلام غلط دلوقتي، ماشي، ده أنا ما كنتش ناوية أقطع على الهوا دلوقتي لأني لا فيا أعصاب، لا أنا ولا باباها، والبنت حالتها النفسية متدمرة. الله تمام. الله لكن لما سمعت الكلام إن يبقى فيه كذب، أنا ما بحبش الكذب، لنقول السر ما نحميش نفسنا، لازم كل واحد يقول اللي ليه واللي عليه، انما كذب لا. ياسر علي دلوقتي بيقول على هوا ان باباها موصي على البنت انها تقعد مع الفراش، ده ما بيحصلش. الاب بيبقى مستني بره قبل ميعاد خروج الولاد، واللي حصل لبنتي ده حصل في البريك، ما حصلش لا في هذا احتياطي ولا ما بين خروج المراحل. يعني ما حصلش بعد ما بعد انتهاء المدرسة، وفي مرحلة تانية بتدخل زي ما هو بيقول. مفيش الكلام ده، اللي حصل ده في البريك، في البريك. تمام. البنت، انا مهتم جدا بالجانب ده، وانا خليكي تكملي ونشوف طبعا يعني ما ينفعش مدير المدرسة كمان، انا هرجع له بعد شوية عشان ينجو يعني من المصيبه دي. فيلا نقول اصله الاب عايز الفراش يقعد معاها يعني. هنا وكأن الناس كلها يا جماعه بتتنصل من مسؤولياتها وعايزه تهرب من المصيبه اللي حصلت يعني. قولي لي البنت نفسيا وضعها ايه يا مدام؟ بنتي محطمة نفسيا، بنتي بتنام كل ليلة عمالة تحكي اللي جرالها، طول الليل. بنتي كل اللي بيحصل يعني كل اللي بيحصل في اليوم واللي حصلها مع الكلب ده عمالة تحكيه وهي نايمة وتقوم مبدوعة. ربنا يكون في عونها وثقي. هنشوف يعني دور المجتمع كمان، ان احنا نشوف حد ازاي، واعتقد وزير التربية والتعليم هيكون بيسمعنا، ولازم يكون كمان، وانا واثق انه هيكون متحمسا، العلاج النفسي للطفله، التحقيق الجنائي، المساءله التاديبيه، تطهير المدارس من ذئاب بشريه بهذا الشكل. لا يليق ابدا ان مدرسه اطفال يبقى فيها حد حتى في شبهات. مش هستنى يحصل واقعه، ده انا لو حسيت بان في شبهات تتعلق بشخص
في مدرسة أطفال أقول لما أبعده أحسن إنقاذا وحماية للأطفال يعني. طيب قولي لي يا نعم، هنا البنت طبعا لما قالت لك البنت مصدومة يعني، يعني قالت لك وهي مصدومة مصدومة. جدا. طيب بعد كده عملتي ايه بقى؟ قلتي لازم تاخدي حق البنت يعني. لا، أخدت البنت الأول علشان كشفت عليها، علشان أطمن على بنتي، تمام؟ ولازم لازم آخد طبعا حق بنتي، لازم. ان شاء الله، وهتلاقي المجتمع كله معاكي متضامن معاكي، لان الاطفال احباب الله سبحانه وتعالى، ملك للمجتمع يعني. الطفل لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وكل طفل ممكن كل واحد فينا يتخيل ابنه بنته مكانها. والطبيب قال لك ايه؟ نعم، الطب التقرير الطبي كان نتيجته ايه؟ لا، الكشف الطبي ده كان في مستشفى خاص، انما تقرير الطب الشرعي لسه ما طلعش لغايه وقتنا الحالي. طيب يا جماعة، في قضايا زي دي الناس لا يجب أن تنتظر، ولازم يكون في سرعة في التحقيقات يعني. طيب قولي لي بقى، أنت هنا شايفة مين المسؤول عن اللي حصل لبنتك يعني؟ المسؤول عن اللي حصل إدارة المدرسة أولا وأخيرا. طبعا فين الرقابة؟ فين التأمين؟ فين فرد الأمن ده، البواب الفراش ده، ده شخص من ضمن اللي تأمنوا على الولاد، إزاي يبقى هو سيء وإزاي إنهم عارفين إن هو سيء وساكتين عليه؟ إزاي؟ دون الدخول في تفاصيل بنتك، لما حكيت لك الاعتداء عليها بالشكل ده، استمر لبعض الوقت، وانه كان يعني ما كانش في حد خالص بيمر ولا حد مشرف موجود. مفيش طبعا. لا، للأسف الشديد، للأسف الشديد. قولي لي، طبعا في النيابة حققت وحبست الفراش على ذمة القضية، وإن شاء الله يعني يتحقق لك القصاص العادل إن شاء الله يعني. البنت ما طبعا، أنت قلت البنت قالت، وأنت قلت أقوالكم أمام النيابة، ربنا يصبركم يعني. يا جماعة، إن في طفلة، طبعا الطفلة لازم ينسوها كل اللي حصل ده، لكن أنت حضرتك بتقولي إن البنت بتحلم في باللي حصل ده، مأثر فيها نفسيا. سامعاني؟ مفهوم مجزوع منهم. ان شاء الله هتقوم بالسلامة يعني، ان شاء الله. يا استاذ علي، استاذ علي، اولا الواقعة حصلت في الراحة اللي في النص، في اليوم الدراسي يعني، زي ما قالت الام. يا أم أنا مقدر مشوارها ومقدر كل اللي بتقوله طبعا، بس حضرتك أستاذ محسن كان نفسه هو يتكلم، إن هو اللي قال إن هو دايما كان بيتعامل مع محمد بكل أدب وذوق، وكان بيجيب له سكر وبيجيب له شاي وكان بيراعيه. ماشي ماشي يعني، ما هو بس هو مش هو هيشرف على المدرسة يا أستاذ علي أنا بص يعني، أنا مش هجيب يا أستاذ الأب سؤال، يعني، سؤال أنت مش حضرتك أنت هتديني فرصة الأطفال دول أحكي مش المدرسة عن هيجيبوا أبائهم يشرفوا لا على أنا بقولش المدرسة. كده، ما قلناش كده يا أستاذ وائل، اصلا احنا ما قلناش كده. عندي احساس كده اتفضل. انك بتلعب لعبه القاء الكره في ملعب اي حد، لا يا حتى لو استاذ الاب، انا حتى لو ولا الام. الاب، مين قال لحضرتك كده؟ انا مجال الموقف يا استاذ وائل، انا ما سكتش يا استاذ وائل. طيب الام دلوقتي بتقول الواقع حصلت في الراحه اللي في نص اليوم الدراسي، مش في نهايته. هي في البريك يعني، في البريك. طيب ما احنا قلنا لحضرتك ان الامن بيمر، والعامل ما كانش انت ظاهر حضرتك يعني دلوقتي حاجه. يا استاذ علي، اتفضل. انت دلوقتي من شويه كذبت عليا وقلت لي بعد اليوم استاذ الدراسي ما وائل انا ما انتهى كذبتش عليك يا استاذ وائل، ومجموعه تانية بتدخل. انا ما كذبتش عليك في حاجه، لو سمحت كلمه الكذب دي انا ما كذبهاش، الحمد لله رب العالمين. يعني الكلام اللي وصل لي هي دي، ما بين الفتره والفتره دي ولي الامر قال في البريك، انا هكون مصدق معاه يعني، خلاص هقول له ايه؟ لكن المعلومه اللي وصلت لي ووصلت لي كمان ان في ناس قالت له قول كده، بس الراجل مثلا راجل محترم يعني. ما علينا،
في اشراف موجود وفي كل حاجه موجوده، وكل مشرف مضى على التكليف بتاعه. كله تمام، كل شيء تمام. حضرتك استاذ وائل، انا واحد مدير مدرسه على 4000 طالب، في عندي 65 فصل ده اغتصاب يا استاذ علي، مش واحد قرص واحده في ودنها يا طفله. استاذ علي برضه يا استاذ وائل، احنا انا ما بعترضش، يعني لو قرصها بس في ودنها هقول انا لك عندي ما تقدرش تشوفها، 135 طبعا انت واحد هتقعد يا تشوف استاذ ايه وائل. انا ده سلوك فرد، ده سلوك فردي، ده سلوك فردي. طيب في مقدمات، انت نفسك قلت انه عنده ملف. انا في كل الاحوال يا جماعه، عنده يا زوال عنده ملف، اتكلم حضرتك سيبني اتكلم، اذا حضرتك بتتهمني كده انا اتكلم وارد. الملف بتاعه كان زق ولد، ضرب ولد، جري ورا ولد، كل دي ضرب ولد، كل ده كان بيجيبه الحق معاه. ده كافي كافي انك ما تقعدوش في مدرسة اطفال. يا استاذ، يا استاذ وائل ده عامل عهده، عامل عهده، صعب قوي ان احنا نجيب عامل عهده تاني يمسك صعب. مكانه. صعب. اهي العهده الاساسيه، الامانه في اعناقكم بتضيع، يعني الاطفال، الاطفال هم لا يا العهده، استاذ، هم العهده الاساسيه، لا يا مش استاذ، لا مش حاجه بتضيع. الكشاكيل والكراسات والاقلام يا والمعمل العهده مش وغيره. كده يا استاذ. طيب خلينا ناخد الام كده في تعليق. اتفضلي اتفضلي ممكن اقول له مستر علي حاجه؟ اتفضلي اتفضلي. دلوقتي يا مستر علي، الكلب ده مش هعترف قدام حضرتك الواقعة دي ولا لا؟ المكتب اعترف وقلت الكلام ده في النيابه، اعترف. اعترف. ايوه حضرتك اعترف. والكلام ده اللي قلته في النيابه حضرتك امبارح، اعترف. اعترف انه اعتدى جنسيا على الطفلة يعني. وانا ما انكرتش دي، اعترف، وهي كانت موجوده وهي عارفه انا عملت ايه، ولا زعلي عمل ايه. اسالها حضرتك الخطوات اللي عملتها ايه، انا قصرت معاهم في حاجه تقول لك. حضرتك ما قصرتش، ما قلتش ان حضرتك قصرت، ولكن ما يكونش في كلام في النص مش صحيح. يا مدام انا بنتي عفرانه قعدت مع فراش تستنى باباها، كلامي وحضرتك على علم كويس جدا بذلك، بان عارف ان جودي بيبقى واقف مستني ولادي بره. يا مدام لو سمحتي، محسن ما يعرفش محمد وموصي محمد على الاولاد؟ لا مش موصي محمد على الاولاد. خلاص ماشي. طب انا موصي لا 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 لا، انا قلت كلمه بس مش لا محسن. لا، اصل حضرتك متمسك بمحسن، عايز هو اللي يقول لك لا لا لا، ويقول لحضرتك. طب هاتي لي محسن، اذا كان محسن هو اللي قال لي ان هو كان بيتعامل معاه ويديله شاي وسكر وحتى وبيراعيه انا عايز وبيراعيه. افهم حاجه يا يا استاذ علي، يجيب اتفضلي. له شاي وسكر لو بيعطف عليه، ماشي؟ ايوه بيحسف عليه. وبعدين ان يقول له خليك دي حاجه ودي حاجه. خلاص يا مدام ماشي، مفيش مشكله. لا فيها مشكله، ايه هي كلمه مشكله؟ ان هو بيقمد عليها ويقول له قعدت عندك ده وقع بعض. انا مش بيعادها عنده، انا مش كده. لا لا لا، انا مش بيعادها عنده، انا قلت بيعادها عنده. لا، ما حضرتك بتقول له يخليهم عنده بيراعيهم لغايه ما يبقى موجود. يا استاذه، يا استاذه، يا استاذه، انا قلت بيراعيهم. لا بيراعيهم ليه؟ بيراعيهم حضرتك في الاول، في اول مداخله حضرتك ما قلتش كده. ما قلتش بيقعدوا عنهم، لا قلت بيراعيهم. انا عارف قلت ايه، طيب حتى قلت لو اي بيراعيهم اب. ولا بيراعيهم؟ بيراعيهم في لا ايه؟ يا ده بواب، هيراعي الولاد في ايه؟ لو طلبوا حاجة، لو بتاع طيب محسن الكلب ما بيسيبوش عمرهم ولادي ما طلبوا حاجة من فراس عمرهم. يا أستاذ علي، لو اتفضل. هو بيوصل الفراش ولا ده شيء طبيعي يعني، ما فيش أيوة مشكلة. طبعا، أنا ما قلتش إنما حاجة، كون في الاعتداء أولياء ده أمور يحصل كتير. عندك في المدى، أنت عارف يا أستاذ علي، في دول العالم اتفضل. تعمل إيه؟ اللي يحصل عنده ده في مدرسته ما يقعدش، يقول تمام. يا جماعة أنا فشلت في حماية الأطفال وأنا مستعد للمساءلة التأديبية والقانونية. تمام. إنما فكرة كده تعالوا نرمي وحتى وكيل وزارة التربية والتعليم يجب أن يحاسب، وحتى كل من لو ثبت إن كان في مقدمات متعلقة بإن في مشرف مدرسة في مدرسة أطفال هو ذئب بشري وعنده تصرفات تنم عن اللا أخلاقية وسيبه، يبقى أنا اللي قتلت الأطفال وأنا اللي تسببت في هذه المأساة. لكن مقدمات مشاكل مع طلبة مش أخلاقية زي ما حضرتك قلت. طيب مشرفة قالت إن كنت بشوفه يعني بيمسك الأطفال بشكل مش لائق، وقالت لكم يعني، وأولياء أمور قالوا إنه قالوا لكم يعني. بغض النظر، مش هنعيد نفس الكلام يا أستاذ علي، بس في مدرسة أطفال ويحدث اعتداء جنسي على طفلة،
هي ملك للمجتمع يعني. امها طبعا الله يكون في عونها، العائلات بتنكسر يعني. شوفوا حتى يعني الناس مش عايزه تتكلم بسبب حاله، بتحس بالانكسار. بس انا بقول لها اللي يجب ان يشعر بالانكسار هو مسؤول التربيه والتعليم، اللي يجب ان يشعر بالانكسار هو اللي فشلوا في الاشراف على المدرسه، مش هم ضحايا. اي واحد فينا كان ممكن ابنه وبنته يبقى في نفس المأزق يعني. لا يخجلك، ما هو كل واحد فينا، كل اب كل ام، هي جت في بنتك كان ممكن تيجي في. وبالتاكيد انا واثق اللي بيعمل كده لازم تكون عنده وقائع تانية. في اطفال ما اتكلمتش، خافوا، تم ترهيبهم كتير، بيحصل ده. هديلك لو عايزه تقولي حاجه تانية، في انك يعني بالتاكيد انت قضيتك الوقت انك تاخدي حق بنتك والمجتمع أكيد معاكي يعني. اتفضلي. أكيد لازم آخد حق بنتي، أنا راسي مرفوعة جدا وأنا بطالب بحق بنتي، لأنها طفلة تعرف سنين لا تفقه شيء ولا عارفة أي حاجة. طبعا، وخلي راسك مرفوع. انا لسه بقول، وأبقى ناشد سيادة الرئيس، خلي بالك من بناتك، بناتك في المدارس مفيش أمن عليهم، المدارس اللي هي بيت التعليم والمعرفة مفيش أمن عليهم. أنا أولادي ما بينزلوش الشارع، ما بيشوفوش الشارع، يوم ما يحصل حاجة تحصل جوه مدرستنا دي مصيبة وكارثة، طبعا مصيبة وكارثة، وأنا مصيبة واثق إن وكارثة. كل المعنيين. وبطالب بنقل ولادي فورا، هي وأخواتها، من المدرسة دي لو سمحت، إن شاء الله لأن بنتي نفسيتها متدمرة. إحنا هنتواصل مع وزير التربية والتعليم، وأنا واثق إنه هيراعي الحالة النفسية. البنت مش هينفع تقعد طبعا في المدرسة، ولا العائلة ولا الأسرة يعني. على الأقل اللي نستطيع إن إحنا نعمله لهم إن البنت تنتقل لمدرسة تانية، وكمان المساءلة التأديبية للناس والمساءلة الجنائية. مش ممكن أبدا يا جماعة إن أنتوا عارفين اغتصاب طفلة أو الاعتداء الجنسي على طفلة داخل المدرسة يعني شيء مخيف لا يتخيله أحد يعني. تقعد تقول كده ده ممكن يحصل في وكر، في حتى الشارع صعب إلا إذا يعني بيخطفوا الأطفال في مكان بعيد يعني. انما جوه مدرسه اللي هي يعني صناعه مستقبل الاطفال، مصانع مستقبل الاطفال هي داخل المدرسه، مش مصانع تدمير الاطفال. طبعا السيده يعني الناس بتضطر في النهايه انها تناشد الرئيس، لانه هيعملوا ايه؟ لثقتهم طبعا ان تدخله في النهايه بيحسم وبيحل امور كثيره يعني. وجود ذئب بشري جوه مدرسه قضيه مش سهله. ولو وهنا حتى وزاره التربيه والتعليم تكون مهمومه وتقول تعالوا نخضع الاطفال كده لتحليل نفسي واجتماعي اللي جوه هذه المدرسه، لان ده مش ممكن تكون اول واقعه، لا يمكن تكون اول واقعه، خاصه ان كان في مجموعه من الشوارع. اشكركم جميعا، طولنا في هذه القضيه. انا